السلام عليكم. اليوم نتكلموا على الاشغال نتاع الاخضرار تاع مدينه سيدي عبد الله الجديده اللي مازالها متواصله في مختلف المقاطع نتاع الطرقات ونقاط نتاع المحوريه في المدينه الجديده تاع سيدي عبد الله. ونعاود وناكد والى المره الالف وانادي المسؤولين انه المساحات الخضراء ماشي في لي رون بوان، ديروا لنا حدائق. سمعنا نتكلموا هضرنا على لا كولي فيرت، تكلمتوا كثير على لا كولي فيرت. يا عباد الله ماذا بينا ديروا حدائق، دي جاردان بيبليك، مساحات خضراء كبيره فيها مقاعد وفيها دي لومبادير وفيها دي كولي، اسكون ابان كولي فيرت، هي شريط خط اخضر يعني يمتد من اقصى جهة نتاع المدينة إلى الأقصى الآخر، ويكون فيه يعني هذا الأزهار والنباتات اللي راكو تغرسوها في لي رون بوان. ماذا بينا تكون فيها نشوف حدائق بأتم معنى الكلمة. نخليكم مع نهاية الفيديو، السلام عليكم.